الطريق ديال ولاد احمد راه كلها حفاري وأندلس والكرارس. الدنيا ما تلقاوش منين ندورو، الله يرحم الوالدين، ما كاين لا قيد ما كاين والو حتى حاجه، ما كاينش اللي تتسوق لها الطريق هذيك. الطريق راه حنا تقهرنا هالجهه. المشكل ديالنا الوحيد اخويا ديال هاد الطريق هذه حسيه الطريق مختصره ما بين الدار عدي والخدمه، الطريق هذه هي الوحيده اللي عندنا مشكل. دابا تقريبا اكثر من 10 سنين وهاد الطريق هذه كتكفس مكفسه يوم على يوم على يوم على يوم، ورث الموتور ديالنا ولا الطوموبيلات ولا كل شيء كيمشيو في الهلاك. بالنسبه للطريق هذه بغينا شي اصلاح من المسائل الوسائل الناس اللي كيمسؤولين هنايا انهم يقوموا بواحد البادره ويديروا واحد الاصلاح لهذا الشارع هذا. المخاطر ديال مراكب الدرا انه كيبغي يخوي على حفره كيلقى حفره اخرى، ولا بغى يخوي على حفره اخرى كيلقى طوموبيله، يعني كيقراو بزاف ديال لي زاكسيدون. الموتور كله كيمشي، حتى بالنسبه للناس اللي عندهم السيارات حتى هما تيتهلك لهم الموتور ديالهم، يعني كاين خسائر. مشاكل اخويا ديال هاد الطريق بانها مكرفسه، وخصي الا بغيتي تدوز خصك تخوي الطريق لواحد اخر، وكامله محفره، يعني راه تتساهم في عرقله السير، وهذه الطريق الوحيده اللي كاينه باش تدوز باش تقطع الطريق الاخرى. شحال من عام فهمتي حفاري بنادم كيدوز كيترفع، ولا عنده شي موتوسيكلات تساسولي بنادم ديما كيطيح، ملي كتصب الشا بنادم كيولي بحال ما عادش غادي في الرمله ولا ما عادش فين غادي، ترى تهلكنا من الطريق هذه. شو دابا بحال دابا كتم جاي بموطور ديك النار جاي يضرب في حفار وانا نترفع. هو الطريق اخويا راه ما بغاش تصاوب الطريق هذا، ديما نفس الموال كندوزو منها فيها الحفاري، هو راه ساب السياره راه الروايد راه ما يتفرقعوا لك في الطريق، المسامر الجاج وسميتو، والراكب اللي راكب اللوريت ياكل العصا حتى هو. الطريق اللي اليوم بغينا نتكلموا عليها ونحطوا عليها شكايه ديالنا عبر المنبر ديال جريده العمق، قدمنا عليها شكايات لجميع الجهات المختصه، بدايه من السلطات المحليه الى الجماعه ديال دار بوعزه الى عماله اقليم النواصر الى جهه ولايه الدار البيضاء الكبرى، وفي العهد ديال السيد الوالي مهدي حطينا كذلك شكايه. العام اللي فات كان خرج واحد البوند كوموند على اساس باش تصلح هذا الطريق في شهر 12، ومع ذلك الشركه اللي رسى عليها الصفقه تراجعت في اخر لحظه. الاسباب حنا ما كنعرفوهاش كمواطنين، ولكن الناس المسؤولين راه كيعرفوا علاش تراجعات، يمكن المارشي ما سلكهاش، ولكن هذا حنا ما عندناش بعلاقه كمواطنين، لان الطريق هذه مده ديال اكثر من 10 سنوات وحنا كنعانيو منها. تقريبا اللي شفنا يمكن كاع الشوارع ديال المغرب راه مره كيتصلحوا كيترقعوا، ولكن هاد الطريق راه ما عمرها ترقعت نهائيا، ما عمرها تصلحات. ودابا هو جاي فصل الشتاء عاوتاني، راه كيف ما شفتي صورتي بان الناس راه ولاو كيديفيو ومابقاش كيدوزوا منها كاع، كاين اللي كيدوز من البيس اولا ملي كيدوز كيتعرض للطوموبيلات كيتعرضوا للهلاك، يعني الطوموبيلات كيتهلكوا، المونتيسور الترويد لي زاكسيدون، صحاب المماطر مساكن تما كياكلوا الدق، اما الراجلين حدث ولا حرج. يعني هاد الطريق حنا كيقولوا هما لا راه ما غاديش تصيب حتى غادي تكون واحد لاميناجمون، هاد لاميناجمون ولا ما كانش من هنا 2025 2026 حنا كمواطنين نبقاو عانين مع الطريق، لا على الاقل يكون واحد ترقيع بين ما تصيب الطريق. حنا ما نمشيوش بعيد، حنا راه كاينين دابا طرقات بحال دابا طريق ازمور راه كتصيب، ومع ذلك الطريق بروفيزوار اللي كيدوزوا كيديروا المواطن اللي كيدوزوا راه كيديروا لهم كودرون منين يدوزوا، مع العلم ان ذاك الكودرون غادي يتحيد من بعد ملي غادي تولي الطريق رسميه. حنا هذه راه طريق رسميه ومع ذلك ما كايناش طريق، يعني ولا هنا حتى ساكنين الناس مواطنين على قد الحال. الجهه ديال طريق ازمور عندها ناس خاصين كيف ما قلت لك، طريق ازمور في طريق بروفيزوار كيديروا لهم كودرون باش يمشيو من الطريق ديالهم في وسط داك الازدحام اللي كاين في طريق ازمور. هنا في ولاد احمد طريق عنده 10 سنين ومع ذلك ما عمر خرجت له واحد الميزانيه ديال الاصلاح وديال الترقيع. حنا ما يمكنش لنا كمواطنين ديال هذه المنطقه نبقاو نتسناو تيدوز لاميناجمون ديال الطريق، حنا خاصنا حلول استعجاليه لانه عاوتاني داخل الشتاء. صبرنا تصبرنا، نتمنى وانا الرساله ديالي غادي نوجه للسيد العامل مباشره، نتمنى انه يشوف شي حل ترقيع على الطريق بين مخرج المشروع ديال لاميناجمون ديالها. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.